هذا نفس السؤال اللي قبل هذا، يقول هل صحيح أنه فيه فرق بين المسجد الحرام وغيره؟ المسجد الحرام يجوز المرور بين يدي المصلي، وغير المسجد الحرام لا يجوز؟ نعم صحيح، هذا المسجد الحرام خاصة يجوز المرور بين يدي المصلي للضرورة، وأما غيره من المساجد فليس هناك ضرورة، الطرق كثيرة والمساجد واسعة غير المسجد الحرام، فلا يجوز تمر بين يدي المصلي.